نشكر قناة الفجر على حضور ديالها لمواكبة تدريبات الفريق، كما تنشكر السيد الرئيس على هذه الصبحية وهذه المفاجأة اللي دارنا. بالنسبة للتدريب كما تشوفوا تطمر في أجواء رياضية، هذه استعدادا لمقابلة المقبلة إن شاء الله يوم السبت ضد فريق شروق العطاوية. تنمر التدارب هما تمر في أجواء جيدة، والحمد لله من التحق معنا السي أحمد ولات النتائج والتحقنا بكلاسمو ولا عندنا الفريق الكلاسمو مزيان، وتنشكركم على هذا المنبر اللي عطيتنا هذه المكالمة. حاليا في جمعية الأمل المراكشي في قسم الشرف الأول، أجواء ممتازة وكاين طاقم تقني وستاف مزيانين والدراري كلهم إخوان وكل شيء مزيان، كل شيء هو دايرين يد في يد وغادي نزيدوا بهذه الفرقة اللي كنت إن شاء الله. وكي تشوف هاد الدراري كلهم باقي صغار 19 سنة 20 سنة، الكبير فينا 21 سنة، داك العام حققنا الصعود وكان أول عام تتكخي هاد الفرقة هادي، والحمد لله حنا غاديين دقة ودابا محتلين المركز الرابع، والحمد لله باقي تنطمحوا باش نقلبوا على المركز الثاني واللي مالا المركز الأول إن شاء الله. وتنشكروا السي أحمد اليوسفي اللي قبضنا في واحد الظروف اللي قاسية وتيتعاون معنا حتى هو وتعطينا داكشي اللي عنده في الجعبه ديالو، لا هو ولا السي رغزواني وصاحب التفت هو حنا تنلعبوا الماتش نهار السبت ولا الحد، هو السيمانه كامله هو تيجري تيقلب لنا لونطريمون الماتيريال الكواري وتوفر لنا كلشي اللباس. انت تشوف راه الفرق صعيب تلقاهم في هذا القسم هذا، عندهم فرقه في عندهم الحوايج ديال لونطريمون سيرفيتات، والحمد لله وحنا دايرين يد في يد تنوصلوا ان شاء الله نحقوا المبتغى تاعنا هو الصعود ان شاء الله. هو مؤثر في النادي بالضبط، حصل على الدبلوم تي طرف العصبة الجنوب، الحمد لله هذا الموسم هذا كي تنقولوا غادي بخيره وبشره. النتائج الحمد لله عطتنا واحد الوجه زوين، مكلاسين سانكيام، مي الحمد لله الفريق اعتمد على الشباب، وفي هذا البول هذا اللي لاعبين فيه حنايا معظم الفرق كاين الخبره، هذا العام هذا اعتمدنا على الشباب التكوين ما ضيعناش، نعم هكا الحمد لله استفدنا، كاينين دراري دي جون اللي طالعين في الفرقه، غادي نحاولوا نحافظوا على الاستقرار ديال الفرقه اولا باش العام الجاي تكون الكلمه لما لا تحقيق الصعود ورؤيه هذا الفريق في الهوات وفي الاقسام الكبرى. هذه من جهه، ومن جهه اخرى نتحدث على جهه المدرسه بصفتي مدرب في الفيتيان، الحمد لله عانينا مشكل كبير هذا العام هو ملعب التدريب نظرا للجائحه اللي كاينه تاع كوفيد 19، مي الحمد لله حاولنا نديروا خرجات هنا جنب السور باش نديروا حصص تدريبيه للاعبين، ما يضيعوش هاد الاولاد اللي عندنا تاع الفئات الفيتيان، حيت هما النواد تاع السنيور دابا 3 سنين ان شاء الله، باش نكونوا نجحنا في توفير عدد كبير من اللاعبين لفئات السنيور، ما باقيش نبحثوا على لاعبين اخرين، نكونوا ربينا فيهم الخصال الزوينه تجاه هذا النادي هذا. الحمد لله تعلمنا منه كثير، استفدنا منه، جا وقت باش نعطيو حنا، الحمد لله حنا تنعطيو شوي بشوي، ان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه من دابا لقدام ان شاء الله. ونتمنى من الناس الغيورين في مدينه مراكش بالخصوص في منطقه سيدي يوسف مسانده هذا الفريق، هذا فريق طموح برئاسه شابه والرئاسه الغنيه عن التعريف سي عبد اللطيف اوكيدي مرقب بحجي اللي تيعطي كل جهد تالو في سبيل هذا النادي هذا ولا في سبيل الكره خصوصا في سيدي يوسف. نتمنى من الناس اللي التفتوا في وجه هذا النادي هذا وتكون انطلاقه تاع فريق شاب طموح الاقسام الهوات باش تكون ان شاء الله شي نتيجه ايجابيه، لما لا نشوفوا فريق تيمارس منطقه سيدي يوسف اقسام الهوات لما لا قسم الثاني ان شاء الله. السلام عليكم، اول حاجه تنشكروا قناه الفجر ومرحبا بها على هذه البادره اللي دايره معنا. بالنسبه للفريق ديالنا السنة الأولى اللي هو داك السنة الفارطة في القسم الشرفي الرابع، وتم الحمد لله تم الصعود للقسم الثالث، وهاد العام تلعبوا في القسم الشرفي الثالث، وحنا على صدد إن شاء الله إلا يسر الله تعالى نكملوا الموسم وحنا مرتاحين. كنا تنتمناو باش نلعبوا على الصعود، باقي الأمل، فريق شاب فاتي تقريبا عندنا ثلاثه الجوار هما اللي السن ديالهم فئات الكبار، المباقي تاع اللعابه كلهم السن ديالهم فئات الشبان وفئات الفتيان،
الحمد لله غاديين مزيانين، والصورة ديالنا مزيانة، وتنشرفوا حي سيدي يوسف بن علي ومدينة مراكش. ما كرهناش هذا الفريق، نزيدوا به لقدام، ولما لا يلعب حتى هو في البرومير نوات. على الاقل منطقة سيدي يوسف محتاجة الفريق يكون في البرومير نوات، لان عندها الملعب ديالها خاص، عندها طاقات، عندها بزاف الحوايج الايجابية. من هذا المربط نشكر الرئيس الفريق اللي هو عبد اللطيف اوغويدي، اللي هو في الحقيقة مضحي بالغالي والنفيس، لان في الحقيقة الواقع هو اللي متحمل المسؤولية الكاملة تاع المصاريف الفريق. نتا من المنحة راه ما كانتش عندو لا ديك السنة الفريطة ولا هاد السنة هادي، ونتمناو يكون الله عوين ديالو، ونتمناو ان شاء الله نحققو المبتغى ونزيدو لقدام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عبد اللطيف اوغيدي، رئيس جمعية الامل الرياضي المراكشي المنتمي الى القسم الشرفي الاول وعصبة الجنوب، بعد ما حققنا الصعود ذاك العام الحمد لله بطاقات شابة. أول حاجة وكنشكروا القناة فجر الرياضية على الاستضافة وعلى المواكبة اللي معودة عليها ومعروفة على هذا التتبع وهذا الاهتمام الكبير بالرياضة وبالشأن المحلي. مشكورين من هذا المنبر. أولا بالنسبة للفريق ديالنا، هو ذاك العام عاد نخرطنا في عصبة الجنوب، بعد ما كانت الجمعية كانت مقتصرة على الطاقات الصغيرة، يعني فئات الصغرى. الحمد لله ذاك العام نخرطنا في عصبة الجنوب وحققنا الصعود اللي بعناصر اللي مواليد 2002 2003 2001، يعني فئة الشبان الحمد لله. وهذا العام الحمد لله غاديين في مسار جيد، محققين المرتبة الرابعة اللي محتلين الصف الرابع في مجموعة اللي هي كتضم فرق قوية ومتمرسة مثل جمعية دمنات، رجاء دمنات، وصخور رحمنا، ومجد المدينة، وفرق عدة والكتوبية. ومع ذلك الفريق محقق مرتبة مشرفة جدا. وحنا هذا العام المهم عندنا هو البقاء، ما يعني البقاء في هذا القسم الشرفي الاول، هذا هو الهدف عندنا. والحمد لله كما تشوف هو جل اللاعبين راه فئه الشوبه، وهذا هو المقصود ديالنا، وهذا هو الهدف عندنا، بانه اللعابه كنعطيهم فرصه باش يكون عندهم مستقبل زاهر ان شاء الله في انديه كبرى، هذا هو الهدف عندنا. والجمعيه راه عندها جميع الفئات الحمد لله، من سن 6 سنوات الى سن الكبار الحمد لله. وعندنا اطر، جل اطر عندهم حاصلين على دبلومات معترف بهم، وهذا هو المهم الحمد لله.